بعض القصص اللي لهم تجارب مع التصلب اللويحي. كمان عندنا في الاستوديو فيصل اللي له تجربة ولها قصة مع زوجتي كريم. نعم، لما تصابت بالتصلب ريما سعد. كل التحية لها طبعا، الحمد لله على سلامتها. أكيد وابنائي. تقريبا احنا من بداية زواجنا 2005 بدأت رحلة التصلب. التصلب جاء قبل عيالنا، يعني صار ضيف علينا. فبدينا في البداية انه طبعا ذيك الايام اللي 2010 كان مرض مبهم جدا، ممكن تلف في المستشفيات ما تلقى تشخيص او ما يكون كخيار اول، لان مرض المناطق الباردة شمال اوروبا وخلافه. فطبعا كانت معاناة شوي انك تلف تلقى التشخيص الصح. تأخرنا في الدواء شوي على اساس انه حتى لما لقينا الطبيب في البداية كانت ازدواجية نظر، كانت نهاية جامعة، فكان طبعا الطبيب ما اكتشف انه تصلب، فكر انه شقيقه وخلافه. خذ تغطيه عين، وطبعا التصلب يتم الاستشفاء خلال اسبوع اسبوعين بالكثير، رجعت امورها طبيعيه. لكن بعد فتره اصيبت كان اشبه بعصب السابع الشلل، لكن بالنسبه للمختص لا، مش نفس تفاصيله. لكن في البدايه ما يكون كخيار اول التصلب، تعطى العلاج المناسب للحاله كانه شلل عصب. وبعد كذا لكن اللي فتح النافذة اللي هو الإصابة بشلل الوجه مرتين في سنة واحدة، هنا الأكيد أنه في شيء غير طبيعي، في مشكلة. فاحتاجنا لأشعة أكبر اللي هي الرنين المغناطيسي، وتم التشخيص. فخلال الفترة هذه طبعا احنا نتكلم كصاحب تجربة وصاحب خبرة، يعني أنا مختص في علم النفس الكلينيكي وباحث مهتم في مرض التصلب. هذا الشيء ساعدك في التعامل مع زوجتك؟ هذا هو اللي فتح المجال اني اهتم في التصلب اللويحي. وكان لك رساله ماجستير في هذا الموضوع؟ نعم، رساله ماجستير كانت تصميم فعاليه برنامج علاج ذهني سلوكي في خفض اعراض الاكتئاب لدى مرضى التصلب المكتئبين، لان الاكتئاب مصاحب بكثير من المرضى. فبدينا في البدايه طبعا هي اكيد اي شخص حيواجه صعوبه في التاقلم، يعني صاب مرض مزمن يسبب خلل في توازنك النفسي والعاطفي وحياته، بحيث انه تفقد هذا التوازن، فتحتاج وقت معين ومراحل الصدمة اللي ما حابين نكررها على المرضى. ففي البداية كانت مش حابة انه اهلها يدرون، خصوصا والدتها، فكان الموضوع شوي سري، الناس الحين درت كلها. فكان تقريبا هذا يضاعف الجهد، لكن هذا علامة لي انه ما تقبلت المرضى بشكل كبير.